ديال اش هذا الحليب؟ حليب البقر. هذا هو حليب البقر، الله كيمحلو بيه. هنا هذا هو حليب البقر، وكيحتوي حليب البقر على الكالسيوم، وهو المعدن الضروري للمحافظة على صحة العظام والأسنان، ويحتوي على فيتامين د وله عدة فوائد، فهو يقي من الإصابة بالأمراض القلبية، ويدعم صحة الدماغ، ويقي من الحساسية والربو، وغني بالمواد الغذائية، ويعزز مناعة الجسم، ولكن له بعض الأضرار والمخادر. شكرا.